السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معايا النهارده في مطبخ ريمي الشعريه بالسكر حاجه كده بقى بتدفي في الشتاء تقدمها لاولادك على الفطار او على العشاء حاجه تدفيهم في الجو اللي احنا فيه ده تحفه رائعه جميله جدا شايفين شكلها مفلفل قوي وحلوه جدا وعاملين مع بعض قبل كده الشعريه باللبن حلوه جدا جدا هحط لكم الفيديو صندوق الوصف ان شاء الله لو تحبوا تشوفوه جميل جدا برضو وعاملينه بطريقه مميزه والنهارده قلت اعملها لكم بقى بالسكر بس وجميله وهتعجب الاطفال جدا وفي الجو الساقعه قوي ده هتدفيهم ايه طريقه سهله خالص ومقادير بسيطه جدا يلا بينا على الفيديو نشوفوا عملناها ازاي بمكوناتها وطريقتها السهله يلا بينا نسموا بسم الله اول حاجة معايا معايا كوباية من الشعرية ومعايا نص كوباية من السكر وكوباية من المية واول حاجة هعملها ان انا ادوب السكر مع المية تمام معايا نص كوباية من السكر على كوباية من المية لان الشعرية بتتعمل نفس معاملة الرز يعني كوباية شعرية كوباية مية تمام وابتدي ادوب السكر بالمية كده ويلا نشوف هنكمل مع بعض ازاي معايا هنا الطاسه على النار او الحله بتاعتي هنزل فيها بمعلقتين زيت ذره وابتدي احمر الشعريه بتاعتي تمام هحمرها بحيث ان هي كلها تبقى لون واحد وينوحد لونها تمام بالشكل اللي انتو شايفينه كده هحمرها واول ما تحمر معايا وتكون جاهزه نرجع نشوف هنكمل مع بعض ازاي ريحه الشعريه وهي بتتحمر بتبقى جميله جدا تعالوا دلوقتي انا حمرت كده الشعريه هعمل ايه شوفوا لونها لونها جميل جدا ولونها متوحد خالص ولونها ذهبي لونها جميل خالص خالص هبتدي دلوقتي اعمل ايه هنزل عليها بالميه بالسكر اللي انا محلياه معايا تمام شايفين انزل كده بالميه بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم خلوا بالكم عشان بتبقى سخنه فبتطلع بخار قوي خلي بالك من ايدك تمام كده واغطيها بالميه زي الرز بالظبط واسيبها هنا مع اه 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 انزل كل الشعريه اللي في الجناب وأخ واخليها كلها متغطيه بالميه واسيبها على النار لغايه ما تشرب ميتها على نار عاليه لغايه ما تشرب الميه بتاعتها واول ما تشرب الميه بهدي عليها خالص وبحط لها الشياطه زي ما تحب يعني واغطيها واسيبها تكمل سوا على نار هاديه خالص لغايه ما اتاكد من سواها خالص تمام وان شاء الله نتابع الخطوات دي مع بعض ونشوفوها قد ايه سهله وبسيطه وتعملي احلى وجبه فطار لاولادك بصوا يا حبايبي شربت الميه بتاعتها ازاي اهيت فهديت عليها وحطيت لها الشياطه ومغطياها وسايباها على نار هاديه خالص لغايه ما تستوي شايفين تمام اول ما تستوي هنروح نقدموها مع بعض ونشوف الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي تابعوني ودي يا حبايبي كانت الشعريه بعد ما استوت شوفوا شكلها مفلفل خالص تعالوا نغرفها مع بعض ونقدموها يلا بصوا يا حبايبي شوفوا لونها تحفة وجميلة او طعمها حلو جدا جدا هتعجب اولادكم جدا فيهم في الجو ده شوفوا شكلها فلفل خالص ازاي وبتلمع وجميلة قوي بجد الطريقة دي حلوة خالص وخفيفة جدا وخاصة الاولاد اللي ما بيفضلوش اللبن قوي جميلة وانا طبعا هسيب لكم طريقة الشعرية باللبن في صندوق الوصف برضو لو تحبوا ترجعوا لها هتبقى برضو جميلة وهتعجبكم خالص وبتكات جديدة جدا وأتمنى النهاردة يكون الفيديو عجبكم وأتمنى ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس أشوفكم على خير حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته